السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عصام شريف رئيس الاتحاد الأفرو-آسيوي بالاتحاد الدولي للكاراتيه الجنرال. احنا سعداء ان احنا بنعلن عن ان البطولة الأفرو-آسيوية للكاراتيه الجنرال سوف تتواجد في دولة الجزائر في الفترة من 15 نوفمبر 19 نوفمبر في ولاية ميستغانم، واحنا بندعو جميع الدول الأفرو-آسيوية الى الانضمام للكاراتيه الموحد جنرال والانضمام لهذه البطولة القوية. شكرا واتمنى لكم كل خير.